البيت ما تخدمش بيه من بعد لي بيت صغار الفريق رانا نونترانيو السمانه الاولى نونترانينا شارجينا شويه قبل نونترانيو صباح العشيه السمانه هادي ستاف تكنيك ايكالمون نحضروا المقابله تاع واد سوفلي ان شاء الله نروحوا ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه ولما لا الفوز ان شاء الله كنظن المقابله ما راحش تكون سهله وين لابي فات الاخر كونتر شباب بوزيد اللي راح يسيب كيفاش يعاودوا يعني غير الجوار تاعهم ويحقوا الفوز حنا عادك عندنا كامل ثقه في الجروب تاعنا اللي ان شاء الله رايحين لواد سوف ان شاء الله باش نحققوا لي 3 بوان ان شاء الله نفرحوا الانصار اللي يستناو فينا ان شاء الله بقوه الانصار كيما كنت نقول هما راس مال الفريق ان شاء الله نتمنوا يجيو يعاونونا في واد سوف ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه اللي ترضيهم هما وترضينا حنايا وان شاء الله في لي ماتش الجايين ان شاء الله نزيدو كونفيرمي ولي ريزلت اللي درناهم ان شاء الله. والله بون السلام عليكم. هو ما توقف هذا تسمى جرينا فيه مباراه وديه اللي فاز الساعه والبارح اللي فزنا عليها بنتيجه جميله اللي تخلينا نكونوا مورال مون بيان باه نوجدوا ان شاء الله الماتش تاع واد سوف اللي ان شاء الله راح عازمين باه نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. المهم حنا تسمى شفنا المباراه وعندنا اناليز ان شاء الله تستنى فينا مع المدرب. حنا ان شاء الله كي خسروا 3-0 ما خفالك دروك هذه كره قادم حنا ان شاء الله ناويين به نروحوا ان شاء الله نزيدوا نجيبوا نتيجه ايجابيه من تما ولي معنا الفوز ان شاء الله والله هي الحمد لله هذه فضل ربي سبحانه وانا دروك مهمتي نسجل سيرتو في هذه الوديات بنزيد نجيب كونفيونس كبيره مع المدرب بيتيرا ان شاء الله هو قاعد يعطيني فلاشو ان شاء الله دخلت المباراة تاع الصاورة وان شاء الله ناخذ مباراة جميلة في واد سوف لا استدعيت ان شاء الله. مو جو بخون توجور مي ريسبونسابيليتي دونك جو سوي بخي ا غولفي ديفي دونك جو غوميرسي ديجا لا كونفيونس
club, même pour une semaine ou les 4 jours. Donc il n'y a pas de problème. Si j'ai pris les responsabilités après le départ du coach principal, c'est-à-dire qu'il y a une confiance mutuelle bien évidemment du staff du fond du camp, il y a une mesure là. Inch'Allah, on حطوا الهدف المطلوب اللي هو نتيجة إيجابية إن شاء الله في واتسوف. كيف تشوف المباراة هذه؟ المباراة هذه لازم نحضروا لها كما ينبغي من الناحية الذهنية. الأول لازم نشوفوا الفريق تاعنا، لازم ذهنيا احنا نلعبوا المباراة تاعنا اللي خارج الديار بنفس الذهنية اللي لعبناها هنا في عبد الملك. هذا هو الحاجة الأولى اللي لازم نخدموا عليها. الحاجة الثانية فريق واتسوف متخبط شوية في مشاكل، عندهم خسارة مع شباب بلزداد، فريق مجبر أنه يبغى فريق رياكسيون كما نقولوا حنا أبخين ديفات. دونك أون دوا بريباري لو ماتش بيان كوم إلفو، با سوزيستيمي لادفيرسير، يالي أفيك مونتاليتي دو فانكر ليكيب هذي تاع واتسوف تما إن شاء الله.